يعني اديت ديت او تريكس اند تيبس اند تريكس على الارثروفايبروز هاو تو بريفنت اند هاو تو تريت. يعني هناخد الشولدر من منظور انا النهارده لو عندي ستيف شولدر او جاي لي عيان عامل بركه في بير عيان عامل بركه في بير عيان عنده فراكشر كلاسيك سوبرا كوندايل فراكشر فراكشر شافت هيومرس هاو تو بريفنت اند هاو تو تريت الارثروفايبروز او الستيفنس المصطلح اللي هو الدارج او العام الليميتيشن اوف جوينت كريتيف موشن. يبقى انا النهارده لما هتكلم بتكلم على الارثروفايبروز. وات مين باي الارثروفايبروز؟ هو عباره عن انترا اور اكسترا ارتيكولار ادهيشنز. يبقى ادهيشنز انترا ارتيكولار اور اكسترا ارتيكولار. يبقى اسباب الليميتيشن اوف كريتيف موشن يا اما حاجه جوه المفصل يا اما حاجه بره المفصل. اللي جوه المفصل ده اقدر امنع انها تحدث. اي اس اي كود اقدر اي كان اي كان اقدر امنع ده ان شاء الله نقدر نمنع ده. طب لو حاسس اقدر افكها ان شاء الله. طب نفهم ده ازاي؟ ده اللي عايزين نتكلم فيه على مستوى الشولدر لكن هيومر جوينتس مينلي على مستوى الايكو جوينت سواء كان هيومر اكتر هيومر ريديوس هيومر اكتر جوينتس او انفيريور اكتر جوينتس او على مستوى الريست ريديو كاربل او انتر كاربل او كاربو انتر كاربل او انتر كاربل او انتر ثلاجر جوينتس. يعني احنا طويله شويه هنيجي فيها بسرعه. يبقى ارجع تاني يعني ايه ارثروفايبروتس انترا والاكسترا ارتيكولار ادهيشنز. يبقى اي مفصل جواه ادهيشنز جوه المفصل تمنع الرولينج والجلايدنج الرولينج والجلايدنج هي جوينت ارثروكليماتكس دي هتعمل ارثروفايبروتس. اي تايتنس في الكبسول اللي قربوا الجوينت سواء ليجامنتس او كبسول هيمنع المفصل يتحرك. اي تايتنس في المسلز اللي قربوا الجوينتس نفسه سواء لو انا بتكلم على الايكو فليكسور او ستيرزر هتمنع الريتيف موشن. يبقى الاسباب يا اما ارثو كينيماتكس يا اما اوستو كينيماتكس. ارثو كينيماتكس انتر ارتيكولار اوستو كينيماتكس هي اكسترا ارتيكولار. نكست ده التعريف الاولاني. احنا الالتيميت جول اوف ريهابيتيشن اللي اتكلم عليه وصلنا الدكتور حسان ان احنا لنا هدف تو انتروديوس تو بريديوس بين فري فانكشنال موشن بين فري فانكشنال موشن. العيان جاي العياده عشان يتعالج مش عشان يتعذب. العيان جاي العياده عشان يتعالج مش عشان يتعذب. ده مبدا اساسي. يعني عيان ستيفنس نو بين نو جين ده اسلوب حياه مش اسلوب علاج. اي امبوليزيشن لو فيها بين في حاجه غلط. اي امبوليزيشن لو فيها بين في حاجه غلط. دي ده تسمى امبوليزيشن تسمى تعذيبيشن. يبقى امبوليزيشن مفيش بين. بين 1 و 2 امبوليزيشن ديوريشن البيت انا بطلع عباره 4 ادوار. ازاي اطلع الثالث والرابع وانا ما عدتش على الاول والثاني؟ ازاي ان انا اقول ان انا هعمل امبوليزيشن يعني انتر ارتيكولار جوينت موشن والعيان عنده بيت وعنده مصر سباسك؟ باي منطق؟ باي منطق؟ المفصل هيفتح نفسه ازاي؟ يبقى واحد تو ريديوس بين فري فانكشنال موشن اند سترينز. النقطه الثانيه تو ريستور اند اوبتمايز سوفت تيشو بالانس اند جلايد. العيان عامل عمليه سواء لو في التندون في الهام عند التندونز بتاعه الفليكسور او الاكستنسور في الجلايد دورسيس بتاعها. لو انا بتكلم في عيان عامل في الكف التندون بتاع السوبرا سباينيتس معاه اصابه كرونيال وبس في ربطه الكف عيان عامل بانجر او سلام ايجنز ده التيشو لازم تجلايد اوفر ايتش اذر. يبقى لازم التندون والسكين نفسه. الدكتور حسان عمل الجرافتنج وعمل الافلام وعمل الريبير وبعد كده المفروض التيشو كليرز يعني بنرمي جلايد في الشيس بتاعه. الارتر فينس ده ما بتجلايد فيها. النقطه الثانيه المصل بتجلايد على الجول. يبقى لازم اعمل بالانس بين المصل والتيشو نفسها انها تجلايد. ده من التارجت بتاعي في التريتمنت. نفسي ايه؟ مفيش حاجه اسمها ستامبل. مفيش حاجه اسمها ستامبل. بروتوكول ار ايفالويشن بيز. كل عيان حاله فايف اكزاكتلي. كل عيان حاله فايف اكزاكتلي. احنا يجينا العيان بنسمعه ليسن لوك موف تاتش. يبقى دي الاساسيه بتاعتنا ليسن لوك موف تاتش. اسال عيان يستمع له يستمع له. يعني انا النهارده بتعامل معاه فراكشر شولدر الفراكشر انترا سابترو كانتريك او سب سيرجيكال ليك او اناتوميكال ليك او افالجن جريتر تيبروستي او ريسر تيبروستي الهيبت ذا هيومرس غير عيان الشافت ذا هيومرس. ليه؟ الشافت ذا هيومرس ده يكون مجهود الهيبت بتاعه 4 ل 6 شهور او من 3 ل 6 شهور فلازم احتاج ده عيان فراكشرز اللي هو نيك او
او هيد ذا هيومرس غير عن السوبرا كومبايلر. يوم السوبرا كومبايلر هيومرس على ايه؟ السوبرا كومبايلر او الهيد او الهيد هيومرس ده كانسيلس. كانسيلس بون يعني هيد اصغر. الهيد بتاعي اربعه او من اربعه لست شهور، من اربعه لست اسابيع او سته ثمان اسابيع ماكسيم. اما الهيد بتاع الكومباك بون اللي هو الشفت بتاع الهيومرس او الشفت بتاع الريبلس والالما او الشفت بتاع الانترفرنجال جوز ده مانسس. فلازم احترم ده. فالتريتمنت بتاع كل عيان، مش كل عيان ستيفنس انترفرنجال جويس او ستيفنس الكو او ستيفنس الشولدر هيتعامل زي بعض. في رولز اساسيه وعليه احنا ما بنتابعش الايفالويشن بروتوكول او الايفالويشن بيز. يعني كل عيان بناء على حالته، عيان عنده 40 سنه، عيان عنده 60 سنه هتختلف. لان في فيسيولوجيكال ايج وبيولوجيكال ايج. عيان ده عنده 40 سنه ودايبيتيك وهايبر تنشن و و و والكلام ده كله، هل هعامله زي عيان ميديكال فري؟ ما الفيلم بتاع ده مختلف. يعني الفيلم نفسه الفيسيولوجي نفسه بتاعه مختلف. الفيسيولوجي ده غير الفيسيولوجي ده، وبالتالي الفيلم بتاعه سواء تنبل سواء ليجا سواء هون هيختلف، سواء لابيا بزوجيتي شولدر هيختلف. بناء على ايه؟ بناء على الاكل. يبقى لازم نحترم واحد الاكل أو فيسيولوجيكال. ودي بقولها بمنتهى البساطة إن العيان قادر ما توجعش،
والوجع في السيرجيكال تعني ايه؟ تايم في ايه؟ يعني انا احترمت في السيرجيكال، احترمت ايدين، الايدين بتاع تلك الايدين توليد الكف على سبيل المثال مايرو تندينيا جانكشن، يعني الهيل التندو من مصر للتندو غير الهيل التندو سابسس غير الهيل ما بين التندو والمور هيختلف، الهيل بتاع التندو من كروماتيك ليجن غير الهيل بتاع التندو في التروما، يعني التروما اللي التندو انتهت التروما الهيل بتاعه يختلف فيسيولوجيكال، الهيل بتاع التندو من الاتيكولر غير الهيل بتاع التندو من البيرسل، يعني التندو لما انقطع ده كله هيختلف فيسيولوجيكال، فالبروبريشن بتاعي لازم افهم ده، افهم ده واعرفه وكده انا هقدر اجي في خدمه مطلوبه للعيان بتاعي، ده فانكشن فيسيولوجيكال. الكلمه اللي محتاج اوصلها دايما نو بين نو بين يا جماعه ميدلاند، ارجع تاني للسنكس بلاند ده ميدلاند، كلنا عارفين ميدلاند اللي هو حرف الاكسس بتاع الهومنايزيشن، الراجل بيقول كلمه في منتهى الجمال والدكتور حسن اكد عليها قال ايه؟ وين يو دي ويز ا جوين ويز ا بيست موفمنت تكنيك يو هاد تو بوت يور مايند اند ايموشن انسايد ذا جوين اند تراي تو نو وات ذا جوين تراي تو تيك لازم تعرف المفصل بيتكلم ايه وتكلمه باللغه اللي تفهمها، ساعتها انت كده هتعلم، انت بتكلمه باللغه اللي تعرفها وبتكلمه وعليه هيرد لك النتيجه، هيرد عليك بنفس اللغه، لكن انت هو بيتكلم اللايت ان سيم دايركشن فلازم يبقى في بين المفروض تبقى لاتر وانت بتبقى جدا، ما المفروض هيبقى فيها بين ده كجوينت موبيلايزيشن، المفروض ان انت بتستريتش العضله بشكل معين بعد بي ان اف ستريتش بعد كده فتيك او فتيك وبعد كده تعمل لها ستريتش، حضرتك ما عملتش ده، المفروض التايتنس اصلا موجود هتيجي لو حضرتك بتعمل ستريتش ده المفروض تعمل موبيلايزيشن مش ستريتش، لا ده هو العيان انت رايح تجيب الارشو كينيماتكس نورمال وحضرتك عملت تعمل موبيلايزيشن ما هو مش هيتحسن المفروض اكسترا ارتكولر مش اكسترا ارتكولر فالعيان ده محتاج ستريتش وش تايب ستريتش؟ ما هو انواع وقت تو ابلاي وين تو ابلاي وين هاو اند وات نكست ده اللي جاي بتاع مين كلنا عارفينه من الجيش السنه الثانيه سكيشن سيرفيتك ومع ذلك بنقوله ونعيده ونزيده ولما نيجي نعمله على العيان هي حاجه ثانيه خالص واحد مكتف من قبل الدكتور عيان واحد كده ما ينفعش غير معقول لازم نطبق الجريدنج واحد واثنين ريليشن ثلاثه واربعه مختلفين خمسه لما الريليشن ده هاي بوست ماستر ما ينفعش خالص كده لكن احنا لو بنتكلم عشان تبريفن ان تري ارض فايبرود سكور سكند فروز او ليميتيشن اوف فريم موشن هنطبق اثنين وثلاثه نكست الثيرد بروجرام موبيلايزيشن لو العيان قعد فتره طويله ايه اللي هيحصل له؟ واحد ريدكشن الجلايدنج انكريز اللي هي بتاع السكيل والفاشيا والسكينس فاشيا وبعد المصل اوفر انش اذر وبعدين المصلز على البول ودي كلها اوفرلاب لها كونتينرز معين اللي هو الفاشيا انوميزيوم والانوميزيوم والانوميزيوم والتندو اللي الباراتيكول بتاعه والجلايدنج بتاعه والنيرف الفاشيا بتاعته والجلايد واحد الاندوميوريوم والجلينيوريوم والجلينيوريوم لازم افهم ده كله واعمل الجلايدنج سليم بالسوفت شو اوفر انش اذر ثم بعد ذلك سوفت شو كونتراكشن هاو تو بريفنت ازاي امنع انها تحدث ثلاثه مصر اضافي اللي هو النهارده انا عندي محرك ومتحرك المتحرك هو المفصل والمحرك هو العضله لو العضله مش قويه جزء من قوه العضله هو الكروس سكشن اللي بتاعتها محرك العضله لو انا بقص على اللي هو الفيسريتي كروس سكشن اللي لو العضله هايبر بروفايل يبقى المصر او الكور فورس اللي طالعه منها كويسه لو عندي قوه في العضله قادره على تثبيت وتحريك يعني تقدر تثبت لان الداينامكس تغير اول جوينتس بس استبلايزر ولا ما استبلايزر؟ يبقى اللي هيثبت مين؟ العضلات، يبقى العضلات دول هتثبت وتتحرك. لازم تبقى موجوده، مش هتوصل طبعا ممنوع ان احنا نمنع ده اصلا اساس ان احنا نمنعه. نكست. ده هو اوفر فيو على الموضوع اللي هنتكلم عنه، يبقى واحد مفيش حاجه اسمها نو بين نو جين، اثنين لما يتعامل مع جوينتس واذا بس تثبت تكنيك وهات تكون معاك اور مايند اند موشن انسايد ذا روح اند فايت نو وز ذا جوينت ترينج في الاصل المفصل بيقول لنا ايه؟ اعرف المفصل بيقول ايه؟ عشان اعرف اكلمه باللغه اللي بفهمها. اثنين لازم افهم اناتومي فيسيولوجي بايو ميكانكس سيرفي ده اربع حاجات لازم تدمجني عشان اقدر احط بلان اوف
هطلع بقى كده واخد اول نقطه بالنسبه لنا في الحته بتاعتنا، اول محطه بالنسبه لنا او المحطه رقم 2 هي عباره عن هاو فيزيكلي تو ديفرنشيت بين ديفرنت باركوز زي ديفرنت هومر. الكبسول، الكبسول بتاع الشولدر او الديفرنت هومر، هو احنا عندنا حاجه اسمها الكبسول والبكت وزي ديفرنت هومر جوينتس. الشولدر جوينت الديفرنت هومر جوينتس ده بول اند سونيك، يبقى 3 دي وفيلر تكليكشن اكستنشن ادكشن ادكشن اكسترنال انترنال روتيشن. يبقى عنده كابستر بكر في كبسول، في كبسول، الكبسول ده ليه بكر معين، لو هو موجود يبقى تايبس في الكبسول. اقدر اعرف ده كلينيكال ازاي؟ ويتش بارت اوف الكبسول هيأثر ازاي؟ قال هاو تو كلينيك. يبقى انا النهارده لو عرفت اي جزء من الكبسول هو اللي في التايبس وايه اللي وصل لي، يبقى اقدر اعمل استريشن النقطه دي او احطه في وضع معين يخليه في الوضع ده فيقدر يمنع التايبس او المشكله بعد كده. يبقى الكبسول بتاع الشولدر عندي انتيريور كبسول، انتيريور كبسول وستيريور كبسول. الانتيريور كبسول دايما الهيد كونفكس والهيد رايت كونفكس، يبقى الهيد بيتحرك كونفكس على كونفكس اكوردنج تو تيرتون بورولز او كونفكس كونفكس رول هيكون الاتي، لما يتحرك كونفكس سيرفيس على كونفكس سيرفيس اوبسيت دايركشن، يبقى اثناء الاكسترنال روتيشن هيد ديفايد انتيريور، اثناء الابداكشن هيد ديفايد انتيريور، اثناء الانترنال روتيشن الهيد هتبلاي بوستيري. وعليه لو انا عندي النهارده تايب اسمه ذا انتيريور كبسول هيليمت الاكسترنال روتيشن، لو عندي تايب اسمه ذا انتيريور كبسول هيليمت الابداكشن، لو عندي تايب اسمه ذا بوستيري كبسول هيليمت الانترنال روتيشن. يبقى نقيسها كده اوستوكينيماتكس واصل كينيماتكس. اوستوكينيماتكس التايب اسمه ذا بوستيري كبسول هيليمت الانترنال روتيشن، التايب اسمه ذا انتيريور كبسول هيليمت الاكسترنال روتيشن، التايب اسمه ذا هيليمت الابداكشن. يبقى الاساسي اكسترنال ده انتيريور، انترنال وستيريور، ابداكشن انتيريور. الكابسول والباكت مسجلين هما الجوينتس اكوردنج تو سيرياكس اس اكسترنال ابداكشن انترنال. يبقى البوست دي بالتالي فعال الشولدر هيبقى 3 2 1 اكسترنال ابداكشن انترنال. يبقى انا النهارده الاصعب في الليميتيشن في الريج موشن في الشولدر از اكسترنال. يا ريت الابداكشن، يا ريت الانترنال. يبقى اقل اقل صعوبه في الليميتيشن في الانترنال موشن اوف ذا شولدر از الانترنال. الانترنال او المسترد والانترنال سكندري تو ذا تايتنس اوف ذا بوستيري كابسول. الاكسترنال از سكندري تو ذا تايتنس اوف ذا انتيري كابسول. الابداكشن سكندري تو ذا تايتنس اوف ذا انتيري كابسول. يبقى انا لو قدرت باي شكل او باخر احافظ على الفلكسبيليتي flexibility of the anterior and inferior and the posterior قدرت احافظ على الاكسترنال والابداكشن والانترنال. دي اكتر كلمات. طب خد بقى الثانيه الانترنال روتيشن ريت بوستيريور كبسول تايتنس ليد تو ذا انترنال روتيشن ريت موشن اكتر كلمات and forward flexion بوستيريور كلمات and horizontal abduction بوستيريور كلمات. يبقى لو عندي تايب في بوستيريور كبسول هيليمت الفليكشن اكتو كينيماتكس الانترنال، وستو كينيماتكس هيليمت الفورورد فليكشن والهورزونتال ادكشن. طب لو عندي ليمت اكسترنال روتيشن او انتيريور كبسول هيليمت الاكسترنال روتيشن اكتو كينيماتكس الهورزونتال ادكشن وستو كينيماتكس الاكستنشن وستو كينيماتكس. اقولها تاني وستو كينيماتكس اكتو كينيماتكس اكسترنال بوست في دماغي واحد هيليمت الاكستنشن هيليمت الهوريزونتال ابداكشن. التايب بتاع الستيري ارتو كينيماتكس هيليمت الانترنال، بوست كينيماتكس هيليمت الهوريزونتال ابداكشن والفورورد فليكشن. يبقى انا النهارده لو قدرت احافظ على الفلكسبيليتي بتاعت الانتيريور والبوستيري كبسول اقدر امنع الارث فايبرز في الشغل. طب ده ازاي؟ زي ما احنا عندنا قاعده يعني احنا لازم نقول ان اول نيز اي ركبه توتال مينيماليزمز اس ال بي سي ال يو هاد تو جين زيرو اكستنشن. زيرو اكستنشن 90 فليكشن تعني نيفر ايفر ان انت تشوف مين ارث فايبوز.
من جوه الملعب. طب كلوز باك بوزيشن يعني ايه؟ ماكسيمم اوفر تنشن او ستريتش على كل الاكسترا ارتكلر، اللاتر كلها مجهود، الميديال كلها مجهود، وبستير الكبسول مجهود، وبستير الكبسول هيلمت مين؟ هيلمت الفليكشن، والميديال كلها واللاتر كلها لو فيهم تايت هيلمت الاكسترشن وهيلمت الفليكشن. يبقى انا النهارده لو وصلت دي انا ملعب، وهكذا اقدر اطبق القاعده دي. الكلوز باك بوزيشن مساكين النمر، الوضع اللي بيطلع في البيت عباره عن مين؟ فليكشن 90 ابدكشن 90 اكسترنال روتيشن 90. على فكره لما بعمل كده اي مين ليه؟ بعيد عشان لما تبقى حضرتك تقف تقيم العيال بتاع الفليكشن تقف في جنبه، لما تشوف الابدكشن تقف في وشه او في ظهره، لما تشوف الاكسترنال او الانترنال روتيشن تقف على راسك عشان تقيمه صح. سو دايمنشن لازم ما تبقاش بتقيم لما ترفعها لفوق
الفكره. ليه بقول الكلام ده؟ طالما عندي اثنين كولاترالز، طالما عندي اثنين كولاترالز يبقى ناحيه جوينتس، طالما عندي جوينتس يبقى اكستنشن. قاعده اصليه الهنج او موديفايد هنج فيرست تو جيت موبيليتي تو هاد تو جيت اكستنشن. الالبو بيشوني اكشن، الالبو كونجوينت موشن. يعني ايه كونجوينت موشن؟ زي ما النيه فيها اكستنشن اد اكسترنال روتيشن، فليكشن اد انترنال روتيشن. يبقى النيه فيها فليكشن اد انترنال، اكستنشن اد اكسترنال. الالبو في فليكشن سوبينيشن ابدكشن، اكستنشن برونيشن ابدكشن. الالبو فليكشن سوبينيشن ابدكشن، فليكشن سوبينيشن ابدكشن، اكستنشن بشيل حاجه كده اهي ده الفانكشن بتاعه. فليكشن سوبينيشن اير، اكستنشن برونيشن اير، ده اسمها كونجوينت موشن. بمعنى ايه؟ لو انا النهارده بشتغل معايا الالبو نكس نكس ده الالبو شكله في هيمو رادر وفي هيمو ريدر وفي هيمو رادر جوينتس، ثلاثه ترو جوينتس وان كابسول. يبقى عندي ثلاثه ترو جوينتس وان كابسول، هيمو رادر وهيمو ريدر وفي هيمو رادر جوينتس. عندي ثلاثه كلها الميجر كلها خلصناهم. قال لي الليجامس لازم افهمه، ده انا ده ال سي زي ما بقول لك اسم حضرتك ايه كل كده غير كده مش معقول. نكس فراكشن انا يبقى كان الالبو لما اتكلم عنه عشان اجيب فليكشن اي هاد تو جيت فور تو جيت سوبايليشن، عشان اجيب اكستنشن اي هاد فور تو جيت كومينيشن. يبقى انا النهارده لو عارف الالبو عشان اجيب السوبايليشن عشان اجيب الفليكشن اشتغل على السوبايليشن واشتغل على الابدكشن. يعني الميديال كولاترال ليجامنت عشان اجين اكستنشن لازم اشتغل على الاوريشن واشتغل على اللاترال كولاترال. دي نقطه. نقطه ثانيه النهارده لا ثانيه دي نقطه مهمه جدا. نسب الريت الفراكشر هيك عباره عن 33% السوبرا كوندايلر او كوندايلر فراكشر سواء سوبرا كوندايلر او كوندايلر كلاس كوندايلر سوبرا كوندايلر كوندايلر كلاس كوندايلر كوندايلر فراكشر 27% الهيد ريدرز 33 الاوبينيون فراكشرز 20% الكرويد فراكشر 20% كل واحده من دي بيصحبها ليميتيشن ريت موشن بدل مصاحب ايه؟ نكس 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 تاني نكس بس ده اللي انا عايز اوصله. الاوبينيون فراكشرز لما من عندي فراكشر الاوبينيون هتلاقي دايما عندي اكستنشن ليميتيشن ثم برونيشن. يبقى تشتغل في ايه؟ اللي هو الايجوس فيرس ايجو فيرس وهات تو جيت اكستنشن ثم بعد ذلك ليش؟ كل الهيد جوينتس تتفرد وبعدين تنتهي، كل الهيد تتفرد وبعدين تنتهي. نيفر ايفر تبتدي قبل ما تنتهي، مفيش كوع يبتدي قبل ما يتفرد، مفيش ركبه تبتدي قبل ما تتفرد، مفيش ركبه تبتدي قبل ما تتفرد. زيرو اكستنشن كومبليت كنترول اكستنشن وبعدين تبنيها. مفيش قوه تفكر تبني قبل ما تنفرد. مفيش انترفرنال جوينتس تبتدي قبل ما تتفرد. ده فانكشن. اللي يتفرد لو الكوع اتفرد ده الكلوز باك بوزيشن بتاعه. عمل كلوز باك بوزيشن يعني مفيش انترارتيكولار اديشن. في ماكسيمم ستريتش على مين؟ على الكولاترال الاثنين مفيش تايبس. انترارتيكولار. فبالتبعية اللي بقى يبقى عندك شوية ايه؟ استريشنج للاكستنسورز او السوبين برونيكتور عشان تمر في السوبينيشن والفليكشن. بس لما يكون عندي الاوبين لسه الاستنسور معلش ارجع تاني ارجع تاني معلش الاوبين الاكستنشن للبرونيشن الريجل هيد هيبقى اكستنشن الاوبين فاش اكستنشن للفليكشن الاوبين اكستنشن ثم الفليكشن الصعوبة هيبقى اكستنشن وبعدين فليكشن الريجل كراشر اكستنشن وبرونيشن اللي كنتايلر فراكشر فليكشن ليميتيشن اكتر اللي ميتيشن يبقى اكتر في فليكشن والاكستنشن بعدها هتبدا بالديب القاعده الاصليه هتبدا اكستنشن وبعد ذلك هتلاقي الريزست بالنسبه لك المتاخر بالنسبه لك في الاوبينيون فراكشر اكستنشن وبعد ذلك في فليكشن في الريدر فراكشر اكستنشن وبعد كده الكونديشن على اقل صعوبه في الكنتايلر فراكشر الفليكشن اصعب ثم الاكستنشن بعد الكابيتال فراكشر هتلاقي السوبرينيشن اصعب من البرونيشن. نكست اي اسس اي اسس من عيان اكل فيسيولوجيكال بس فيسيولوجيكال بس الاكسسري بناء عليه هقدر احدد هي اكسترا ارتكولر ولا انتر ارتكولر. اكسترا ارتكولر ستريتشنج وستريتشنج انتر ارتكولر موبيلايزيشن.
عشان احافظ على تكلم الارقام بتاع الريتم والكارب والريتم والريتم
انترفال جوينت فعملنا كروس نفس الطريقه وبعد كده في كارب انترفال جوينت عملنا لها كومبليزيشن عشان لها رول في الريت بعد كده نفس كارب انترفال جوينت ستراكشن عشان لها رول في الشركه ولا لا مش حاسب الاكسيشن 40 وكومبليكشن 50 بس مش وقتها دلوقتي نكت بعد كده الصم والصم كام يوم الصم سدد يعني ايه سدد؟ سدد يعني فيكس على كوكيت بسبب الدايركشن فيكس على كوكيت دايركشن هو فيكس على كوكيت على كوكيت فليكشن اكستنشن بالاد دامشن اد دامشن اوبزيت يبقى الصم اد اوبزيت فليكشن اكستنشن سيم فليكشن اكستنشن سيم اد اوبزيت شكرا نكس ده الصم ده الشكل بتاعه والصم قصه لوحده نكس Wow.